السلام عليكم. اعتراف النهاردة مؤلم شوية. صاحب اعتراف النهاردة بيقول مسيطر علي الرعب ان حد من اهلي يموت ومش عارف اعمل ايه. الخوف من الفقد من اكتر انواع الخوف المنتشرة بين الناس، وفعلا هو شعور مؤلم جدا لو اصاب انسان وكبر جواه بيهده. والخطورة ان هو حدث متكرر بيحصل حوالينا كتير جدا، فطبيعي انه يثار تاني جوانا. كل ما حد يفقد حد غالي عليه بيحصل انعكاس، اعكس انا الصورة دي على نفسي، ما انا ممكن افقد ابويا، ما انا ممكن افقد امي، ما انا ممكن افقد حد من عيلتي. والنوعية دي من الخوف الشيطان بيعتبرها فرصة. عارفين في الفنون القتالية ضربات تكسير العظام؟ اهي دي بالنسبة للشيطان ضرب تكسير عظام نفسيا للانسان، فرصة يخلص عليه ويهده فيها نفسيا. وإن كان الخوف من الفقد ده حاجة بشرية جدا في الأصل، حتى سيدنا أبو بكر الصديق بكل إيمانه بكل اتصاله برب العالمين كان عنده مشاعر خوف تجاه فقد النبي صلى الله عليه وآله. الهجرة، سيدنا أبو بكر ماشي مع النبي فإذا بسيدنا أبو بكر الصديق يجي على يمين النبي ويجي على شمال النبي ويطلع قدام النبي ويجي ورا النبي، فالنبي يقول له وما تفعل يا أبا بكر؟ يقول له يا رسول الله أذكر أن هناك من يطلبك فآتي عن يمينك، وأذكر أن هناك من يرصدك فآتي عن يسارك، وأذكر أن هناك من يتبعك فآتي خلفك. فالنبي قال له أتموت بدلا مني يا أبا بكر؟ قال نعم يا رسول الله، أنا موت بس معيش ألم فقدك يا رسول الله. فهي حاجة بشرية، لكن إمتى بتتحول الأزمة؟ لو كبرت جواك، لو الفكرة سيطرت عليك، لو بقيت عايش بيها ليل ونهار تنهار. ربنا كتب علينا أزمة الفقد مرة في حياتنا لكل إنسان، وبتكون الأزمة دي مؤلمة لكن بتعدي برحمة رب العالمين. ربنا بيهون عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يجي وقت الفقد ربنا يهون عليك ويطبطب عليك ويبعت لك الناس اللي تقف جنبك عشان ما تتأذيش نفسيا. ده في الواقع، لكن لما تبقى انت خايف والفكرة عمالة تيجي في بالك وتتخيل انك بتفقد فلان وتعيش الألم ده من غير ما يكون رب العالمين بيهون عليك، تبقى كبيرة جدا، تبقى مؤلمة جدا. ربنا من أسمائه اللطيف بيلطف بعباده وقت البلاء، زي ما بيقولوا بالظبط البلاء بينزل ومعاه اللطف. فربنا بيصبرك وبينزل عليك السكينة. ومن صور لطف الله الكبيرة، علماء النفس اتكلموا عن أنظمة الدفاع النفسي، إن أول لما الإنسان يفقد حد أنظمة الدفاع النفسي تتصدر عشان تحميه، فيطلع على طول الإنكار، فيبقى الإنسان مش مدرك، منكر إن أبوه توفى، مش مدرك إن هو مش موجود، مش حاسس بفقده، علشان ياخد الموضوع واحدة واحدة ويدركه واحدة واحدة ويصيبه الألم واحدة واحدة. شوف رحمة ربنا، شوف رحمة ربنا قد إيه، إن ربنا بيحافظ علينا من هذا الألم. تخيل بقى لو إنسان خايف ومرعوب إن هو يفقد أبوه وعايز إزاي؟ هو أمر غير شرعي ولكنه أثر الناس بتتناقله. بيقولوا إن رب العالمين وقت الفقد بينزع 23 إيراد من المحبة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بحب أهلي 24 إيراد. وقت الفقد من رحمة ربنا بينزع 23 إيراد ويتبقى إيراد واحد، ودول الإنسان بيحزن بيهم. لكن لو اتأثر بال 24 إيراد هيتعب جدا. تخيل لما تعيش مشاعر فقد حد غالي عليك بال 24 إيراد، نفسيا يحصل فيك إيه؟ الشيطان بيستدعي الفكرة وبيفضل يضغط علينا بيها علشان يهدنا ويأذينا، ونفضل عايشين في رعب الفقد رغم ان الشخص الغالي علينا مازال موجود وحي يرزق ما بيننا. طب ازاي اواجه فكرة الخوف من الموت؟ في مدرسة علاجية اسمه العلاج السلوكي المعرفي، CBT. ايه فكرة CBT ده؟ ببساطة هي تغيير مسارات التفكير. يعني الشيطان دلوقتي بيقودني لتفكير معين عشان يزعجني بيه في الخوف من الفقد. انا اغير المسار ده، اقطع على الشيطان مسار التفكير ده بفكرة صح. يعني ايه ببساطة؟ يعني الشيطان هيبدأ يخوفني فيما بعد الفقد. انت بعد الفقد يبدأ يخوفك، لو ابوك توفى تعمل ايه؟ مين اللي هيصرف عليك؟
لو الأم توفت مين اللي هيرعاكوا؟ مين اللي هيخلي باله منكوا؟ مين اللي هيهتم بيكوا؟ ده مسار تفكير بياخدك فيه عشان يفضل يوجعك ويألمك ويخوفك. اقطع عليه المسار ده بمنتهى الوضوح. واجه الفكرة بفكرة. هتبدأ تقول ايه الفكرة اللي انت هتقطع عليه بيها فكرة الخوف مما بعد الفقد؟ ان ربنا هو الرزاق، وان ربنا هو الحافظ، وان ربنا هو الوكيل، وان ربنا هو اللي بيرعاني، وان ربنا هيحفظني ومش هيضيعني. وربنا قال انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. ان الشيطان بيجي عشان يحزنك ويوجعك ويدوس عليك. فانت لما تقطع عليه الفكرة تحت سلطانه، تبقى بعدته عنك. في مسار تفكير تاني الشيطان بيلعب بيه، ان دلوقتي لما حد من اهلك يموت هيتعب جدا، وهيبقى عايش في القبر لوحده، وفي ظلمة في القبر، وانت مش هتعرف تعمل له حاجة، وهتسيبه لوحده في عالم تاني موحش، فيبدأ يوجع لك قلبك. مسار تاني من التفكير، اقطع على الشيطان المسار دوت، وقول له على طول ان اللي بيموت ده بيرتاح، بيطلع من الدنيا بيروح عند ربنا، وربنا احن عليه مننا، وان ربنا هيحفظه وهيحميه وهيسعده. وربنا بيقول قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. اللي بيموت ده بيروح عند ربنا، فانا مطمن عليه، انا مطمن على اهلي. بص انت عمال تغير مسارات التفكير، ياخدك في حته تقوم انت ناقله في حته تانيه. هتعمل ايه لو اهلك ماتوا؟ ربنا هيحفظني ويرزقني. طب اللي بيموت ده هيتوجع قوي وهيعمل ايه في ظلمه القبر والبعد عن ربنا؟ لا، ده هو هيرتاح وهيروح في الجنه وربنا هيحفظه وهيحميه. وبالعكس، ده اللي بيموت بيستريح. تغيير في مفهوم الموت اصلا. وعايز اقول لك حاجه بقى كمان مهمه، كل ما يجي يقول لك لما تفقد فلان لازم تنتبه لحظة وعي، تقول له ما هو عايش، ما هو عايش وانا هستمتع بيه بدل ما اقعد حزين. ولما لا قدر الله تحصل الوفاة وقتها ربنا يقدرني. وبعدين هو مين يضمن ان هو يسبق مين؟ محدش يعرف. فانت بالتالي سيبها على الله، سيبها على الله وانت مطمن. هتقول كده انا سايبها على الله ومطمن، وهستمتع باهلي دلوقتي وهعيش معاهم وهحاول اتواصل معاهم افضل، وحاول اكرمهم واهتم بيهم واستمتع بيهم على قد ما اقدر. فتبقى حولت الموضوع لحاجه ايجابيه، حولت مسار التفكير لشيء ايجابي. فلما هيجي يقول لك هتعمل ايه بعد الفقد، هتقول له ربنا هو الرزاق. هيجي يقول لك اللي هيموت ده هيتعذب، هتقول له لا ده هيرتاح عند ربنا. هيجي يقول لك طب انت دلوقتي هيسيبوك وهيمشوا، هتقول له هم موجودين انا بستمتع بيهم. تفضل تقطع عليه. الحاجه الثانيه، فكر نفسك بالتواصل الابدي. ياما ناس بروا اهاليهم بعد الوفاه، عمره وصدقه وقران، مش ربنا ادم الا من ثلاث. في اتصال، تقدر تبعت له عمره، تقدر تبعت له صدقه، تقدر تدعي له، غير ان هو كمان شايفك ومطلع عليك وحاسس بيك. فتقول للشيطان على فكره انا مش هنقطع عن اهلي، هم هيتنقلوا عالم تاني وانا هحصلهم. فانت عمال تفسد عليه مسارات التفكير اللي بياخدك فيها. والنقطه الاخيره، اللجوء لله، ان ربنا يصرف عنك الشيطان ويصرف عنك الخوف من الفقد. دي محتاجه دعاء يومي، ومحتاجة ذكر كتير بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله بالظبط، عارف العمود اللي بيشيل العمارة؟ لا إله إلا الله. وكثرة ذكر لا إله إلا الله بيخلي عندك عمود نفسي قوي، عندك سند. كل المخاوف دي الشيطان يجي يدخل عليك بيها، لا أنت واقف وقادر تتسند عليها، نفسك عمالة تقوى. فكتر من لا إله إلا الله، واقفل الأبواب على الشيطان. من الآخر، الشيطان لعبته انه يوهمنا ويخوفنا بحاجه كبيره زي دي لو فقدت حد غالي عليك. وكل اللي يملكه افكار، فاحنا هنواجهه بالافكار. استعن بالله، ثق في كرم الله وفي رزق الله، ادعي كتير جدا، اذكر لا اله الا الله جدا، وباذن الله ومن الاخر هتنتصر على معركتك مع الشيطان، ومش هتخاف تاني من الفقد.